الحقيقة احنا عندنا في الفقرة دي كلام كتير هنتكلم فيه مع ضيفتنا اللي منورانا عن البطولات العالمية في الرياضات المختلفة، سواء للمنتخبات المصرية أو لفرق النادي الأهلي المختلفة. ده الحوار اللي هنفتحه مع ضيفتنا الأستاذة فاطمة التبعي الناقدة الرياضية. صباح الفل عليك يا أستاذة فاطمة. صباح الفل، ودايما كده إن شاء الله موجودين في البطولات والإنجازات للنادي الأهلي. صباح الهنا عليكي وسعداء، لأن ملف مهم جدا طبعا دلوقتي، لان الالعاب الاخرى والعاب الصالات ابتدت كمان يبقى نتائجها مشرفه جدا، خليني اقول، وعامله رانكينج في، وهتكلم تحديدا عن النادي الاهلي، فده خلى يبقى فيه انعكاس كمان على الجماهيريه وعلى المتابعه كمان المختلفه للجماهير المصريين في العموم. فنبدا بايه؟ تحبي نبدا برجال السله للاهلي؟ اكيد طبعا. في البدايه طبعا بنبارك لكره اليد قبل ما نتكلم عنها، وبعدين نبدا برجال السله. يعني طبعاً رجال السله طبعا شرفنا، الموسم كان اكثر من رائع السنه اللي فاتت، دي حقيقة، واختتم برابع العالم في كاس العالم للانديه، فطبعا نتائج مشرفه جدا. يمكن النهارده عندنا الساعه 8:30 بالليل مباراه هامه جدا امام الفتح السعودي في الدور 16 البطوله العربيه. المباراه يمكن سهله نسبيا، بس هي يعني في الاصعب بعدها. طبعا عندنا الاصعب بعدها يكون مباراه مع الاتحاد السكندري المنافس التقليدي في مصر، لان الاتحاد تاهل مباشره بعد الغاء مباراته النهارده في دور 16، لانه كان هيلاعب فريق خدمات البريج الفلسطيني، بس للاسف الفريق اعتذر لان بعض اسر اللاعبين استشهدت في احداث الامس. يعني طبعا بنعزيهم طبعا، ونتمنى لهم يعني تكون اخر الاحزان يا رب ان شاء الله. فبقى هيلاعب الاهلي الاتحاد. صح كده؟ ايوه. دايما دايما بس بقى ان شاء الله نفوز النهارده، والمباراه النهارده سهله الى حد كبير. يعني البطوله قويه جدا، بيشارك فيها الفرق اللبنانيه، الفرق المغربيه اللي هي من اقوى فرق على مستوى قاره افريقيا وقاره اسيا. بس النهارده عندنا مباراه مع الفتح السعودي، يمكن حتى نتائجنا في الدور الاول احنا وهم في فرق كبير ما بين النتائج. احنا الاهلي بيلعب بطريقه متوازنه طول الوقت، يعني مش بيبذل مجهود ازيد من اللازم في الادوار الاولى عشان نوفر ده للادوار النهائيه، ودي عاده اوجاستي بوش دايما، هو بيمشي بيدير البطوله يعني. بيدير البطوله، ومش بس بيدير المباراه، هو بيدير البطوله كلها من البدايه. يعني هو بيدي كل يعني خلينا نقول ماتش اللي هو محتاجه عشان يطلع بالنتيجه المطلوبه، اعتقد ده ذكاء بشكل كبير برده جدا. تعالي بقى نروح لليد، لان اليد برده بتكلمي عن الحمد لله بطوله افريقيا، فيعني مجهود كان رائع جدا، وخليني اقول كمان يعني لا في كواليس قبل كمان الفوز بهذه البطوله كتيره جدا، وهنعرض لحضراتكم طبعا صور وراشز كتيره، بس خليني اروح معاكي للتفاصيل اكتر برده استاذه فاطمه. يعني يمكن احنا هنقول ان 14 اكتوبر 2022 الاهلي تعاقد مع ديفيس كامر. النهارده احنا بنتكلم يوم 8 اكتوبر 2023، يعني اقل من سنه الاهلي حصل على الدوري كاس مصر، السوبر الافريقي، وتاهلنا لكاس العالم للانديه اللي هيكون الشهر الجاي ان شاء الله، وبطوله افريقيا امبارح. فيعني العلامه الكامله لديفيس كامارا ما شاء الله. يعني حسن الاختيار فعلا زي ما بيطلق عليه، يعني فعلا هو مدرب ممتاز. عندنا فرقه ما شاء الله، يعني التعاقدات الجديده الفرقه جددت دمائها بالكامل تقريبا، عناصر الخبره موجوده، لكن برضو عندنا عناصر تدينا سنين وسنين لقدام، وهم نجوم المنتخبات على المراحل السنيه المختلفه، فده يفرق معانا جدا، ومع الهاندبول المصري تحديدا كمان، لان الاهلي مفرخه للمنتخبات. طبعا مباراه امبارح ما كانتش سهله برضو، يعني او البطوله كلها ما كانتش سهله، الاجواء صعبه جدا، يعني درجه حراره عاليه جدا، بنلعب في افريقيا، وافريقيا ابتدت الخريطه فيها تتغير، يمكن حتى على مستوى المنتخبات. احنا بطوله افريقيا اللي فاتت اللي كانت بتستضيفها مصر، احنا بلاعبين في النهائي مع الراس الاخضر. يعني خريطه مختلفه تماما عن واسماء بتتسمع للمره الاولى. بالظبط، يعني احنا كان المعروف ان المنافسه في كره اليد ما بين مصر وتونس والجزائر معاهم. بعد كده لا، احنا المره اللي فاتت شفنا فرق تانية خالص بتطلع وبتصعد، وبقيت الخريطه مش الرباعي المعروف مصر وتونس والجزائر وانجولا، لا دخلت غينيا، دخلت المغرب، دخلت الرأس الأخضر. المغرب بسم الله ما شاء الله بقى لها فترة داخلة في كل الحاجات بنفس القدر من القوة.